أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا علي رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنئه، ومن هذا المحروم فنعزيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز خطب يوم الفطر فقال: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما، وقمتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. أيها الإخوة الكرام، من علامات القبول قبول الصيام والقيام، دققوا الآن، من علامات القبول قبول الصيام والقيام أن يكون حال العبد بعد الصيام أفضل من حاله قبل رمضان، أن يكون حال العبد بعد انقضاء رمضان أفضل منه قبل مجيء رمضان. لذلك أيها الإخوة، يودع رمضان كالآتي: أولاً، التوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام. ثانياً، العزم على أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل من حالنا قبله، فقد خاب وخسر من عرف ربه في رمضان وجهله في غيره من الشهور. ثالثاً، أن يغلب على المرء الخوف والحذر من عدم قبول العمل. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كانوا لقبول العمل أشد اهتماماً منهم بالعمل. العبرة القبول، كانوا لقبول العمل أشد اهتماماً منهم بالعمل. ألم يسمع الإنسان قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فقيل له: إنه يوم فرح وسرور. والحقيقة هو يوم فرح وسرور، لكن هذا الصحابي يغلب عليه الحزن أحياناً في العيد. قال: صدقتم، ولكنني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً، فلا أدري أقبله أم لم يقبله. أيها الإخوة الكرام، من البنود التي تجب علينا بعد رمضان أن نشكر الله عز وجل وأن نحمده أن بلغنا رمضان ووفقنا فيه إلى الصيام والقيام، فقد حرم من ذلك خلق كثير. والطاعة أيها الإخوة تنقضي متاعبها ويبقى ثوابها، بينما المعصية تنقضي لذتها ويبقى إثمها. وينبغي أن نسأل الله جل جلاله أن يبلغنا رمضان القادم وما بعده، وينبغي أن نعاهد أنفسنا بعد رمضان على نصرة هذا الدين والدفاع عن سنة سيد المرسلين والنصح لعامة المسلمين، وأن نحقق شيئا من الجهاد في سبيل الله. فمن مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من ثلم النفاق. أيها الإخوة، الجهاد الأول جهاد النفس والهوى، الجهاد النفسي. الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والجهاد الثالث الجهاد البنائي. فإذا صح الجهاد النفسي والجهاد الدعوي والجهاد البنائي، ربما وفقنا إلى الانتصار في الجهاد القتالي. أيها الإخوة، وينبغي أن نواصل الجد والمثابرة على الطاعات والإكثار من القربات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثم إنه ينبغي بعد رمضان أن نكثر من ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، ميتم البنين والبنات، ونذكر أن العمر سينقضي كما انقضى رمضان، فإن الليالي لمبليات لكل جديد ومفرقات عن كل لذيذ وحبيب. فالمغرور
من غرته لذة الحياة الدنيا، والغافل من غفل عن آخرته بدنيا. أيها الإخوة الكرام، رمضان يرمض الذنوب أي يحرقها، ومن صام رمضان وأتبعها بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هناك ملمح اجتماعي وملمح عبادي وملمح صحي، فالإنسان حينما تعود على صيام الشهر بأكمله ينبغي أن ينتقل إلى الإفطار الكامل بالتدريج، هذا ملمح صحي. أما الملمح الاجتماعي أن المرأة في الأعم الأغلب أفطرت بعض أيام رمضان، فإذا صام زوجها بعد رمضان هذه الأيام الست شجعها على قضاء هذه الأيام في أقرب وقت إلى رمضان، بينما لو أرادت أن تصوم وحدها ربما تماهلت واستكسلت وانقضى عام ولم تصم ما عليها. لذلك حينما يصوم الزوج هذه الأيام الست يشجع التي فاتها بعض أيام رمضان على أن تصوم مع زوجها، إذن على الأسرة أن تلتئم ثانية في هذه الأيام الست. أما الملمح العبادي، رمضان فرض والست من شوال نفل، فما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الكرام، لو تصورنا إنسانا لم يعجبه صيامه في رمضان، بإمكانه أن يجعل شهر شوال والذي بعد شوال كرمضان. فلذلك من فضل الله علينا العميم أنه فتح لنا باب التوبة على مصاريعها في كل زمان ومكان. أيها الإخوة، التوبة في حقيقتها مخرج النجاة للإنسان حينما تحيط به خطيئاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. لو أن واحدا منا لم يعجبه صيامه في رمضان وفاته خير كثير، فليجعل من شوال امتدادا لرمضان، وليجعل أي شهر في العام امتدادا وترميما لما فاته في رمضان. فالتوبة أيها الإخوة مخرج النجاة للإنسان حينما تحيط به خطيئاته، وهي صمام الأمان حينما تضغط عليه سيئاته، وهي تصحيح المسار حينما تضله أهواؤه وشهواته، وهي حبل الله المتين حينما تغرقه زلاته. فمن أكبر رحمة الله عز وجل أنه فتح أمامنا باب التوبة. إن الله يحب التوابين، والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يحب التوابين ويريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الإخوة الكرام، بعض الأفكار التي تصلح لما بعد رمضان: ليست البطولة أن ننتصر على النفس في رمضان ثم ننخذل أمامها بقية العام، ولكن البطولة أن نحافظ على هذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان. من السهل جداً أن تضبط نفسك في هذه الأيام الثلاثين من رمضان، ولكن البطولة أن يستمر هذا الضبط. هذا الذي يفعله معظم الناس، ينضبطون في رمضان انضباطا كليا أو جزئيا ثم يتفلتون بعد رمضان. هؤلاء ما عرفوا حقيقة الصيام. حينما اصطفى الله شهر رمضان
على بقية الشهور والأيام اصطفاه ليكون فيه الصفاء مع ربك، ولينسحب هذا الصفاء على بقية شهور العام. وحينما اصطفى الله بيت الله الحرام على كل الأمكنة في الأرض، أراد من هذا الاصطفاء أن يكون لك صفاء في هذا المكان، ثم أن ينسحب هذا الصفاء على بقية الأمكنة. وحينما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على بقية البشر، أراد أن يكون هذا النبي قدوة لك. أيها الإخوة الكرام، ليست البطولة أن ننتصر في شهر واحد، بلوغ القمة أحيانا سهل أمام المحافظة عليها. فالبطولة لا أن نصل، بل أن نبقى في قمة الانتصار على النفس. وليست البطولة أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزهها عن الغيبة والنميمة وقول الزور، ثم نطلقها بعد رمضان إلى حيث الكذب والبهتان، ولكن البطولة أن تستقيم منا الألسنة وأن تصلح فينا القلوب ما دامت الأرواح في الأبدان. وليست البطولة أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة في رمضان ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد رمضان. إن إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. ولكن البطولة أن تصوم جوارحنا عن كل معصية في رمضان وبعد رمضان، فلا تفطر حتى تلقى الواحد الديان. وليست البطولة أن نتحرى الحلال في رمضان خوفا من أن يرد علينا صيامنا ثم نتهاون في تحريه بعد رمضان على أنه عادة من عوائدنا ونمط شائع من سلوكنا. ولكن البطولة تكون الورع مبدأ ثابتا وسلوكا مستمرا. وليست البطولة أن نبتعد عن المجالس التي لا ترضي الله إكراما لرمضان، فإذا ودعنا شهر الصيام آثرنا حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا وواجباتنا. مثل هذا الإنسان لم يفقه حقيقة الصيام ولا جوهر الإسلام، إنه كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت، وهو لا يدري لا لما صام ولا لما أفطر. أيها الإخوة، مع أن رمضان شهر التوبة والغفران، ولكن لا يمكن أن تكون التوبة قاصرة على رمضان، بل هي في كل شهور العام. فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: أيها الإخوة، التوبة النصوح ندب بالقلب واستغفار باللسان وإقلاع عن الذنب. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن تاب إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. ورد في بعض الأحاديث القدسية: أهل ذكري أهل مودتي،
أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. أيها الإخوة الكرام، التوبة علم وحال وفعل، أما أنها علم كيف تتوب من ذنب لا تعلم أنه ذنب؟ لا بد من طلب العلم كي تقيم نفسك تقييما صحيحا. أما أنها حال، حينما تدرك عظم الخطأ الذي ارتكبته لا بد من أن تحس بالندم، فالندم توبة، ولا بد من أن يعقب الندم حركة، إقلاع عن الذنب وإصلاح لما سبق وعزم في المستقبل، تماما كالقانون الذي يحكم علاقتنا بما حولنا. لو أن واحدا منا رأى أفعى أو ثعبان مخيف في بستان، مفهومات الثعبان التي حصلها من دراسته وخبراته وعلاقاته تشعره بالخطر، وإذا شعر بالخطر أصابه حال الخوف، وحال الخوف يدعوه إلى الحركة، إما أن يهرب وإما أن يقتل الثعبان. أما أن تدرك ولا تنفعل فالإدراك غير صحيح، أما أن تنفعل ولا تتحرك فالانفعال غير صحيح. الدليل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائك للحق، علامة سماعك أن ينقلب هذا الوعي عقب السماع إلى حركة وإلى سلوك. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وعلامة إيمان المؤمن أنه يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب مر على أنفه فأطاره. وقيل: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله، لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، لكنه بعد العرض على الله يفرز الناس إلى أغنياء وإلى فقراء، إلى أغنياء بالأعمال الصالحة وإلى فقراء من الأعمال الصالحة. ويقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الاستقامة تحقق السلامة، ولكن القرب من الله ثمنه البذل والتضحية. الاستقامة أزلت كل العقبات التي في الطريق إلى الله، لذلك كل أوصاف الاستقامة تبدأ بالنفي، ما كذب ولا غش ولا استغاب ولا ولا. بينما القرب من الله يحتاج إلى عمل إيجابي، والعمل الصالح يرفعه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. أيها الإخوة الكرام، بقي مع الاستقامة والعمل الصالح الإخلاص، فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركعتين من ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن عباس حينما كان معتكفا في مسجد رسول الله بعد موته ورأى رجلا كئيبا فسأله: ما لك كئيب؟ قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال: لمن؟
قال لفلان، قال أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت. فأراد أن يخرج من معتكفه، فقال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب ودمعت عيناه، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نضع اليد على ملخص هذا الموضوع. يجب أن يكون المؤمن بعد رمضان أفضل منه فيما قبل رمضان، إذن صيامه صح وعبادته صح، ونرجو الله أن يكون قد قبل هذا الصيام والقيام. أما إذا عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان فلم يحقق الصيام الذي أراده الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.